معنا عبر الهاتف الخبير المالي والاقتصادي أستاذ محمد سلامة. يسعد مساك أستاذ محمد. يسعد مساكي ومساء المشاهدين والمستمعين الكرام. أستاذ محمد، يعني تعقيبا على هذه النتائج المالية للشركات المدرجة في مجمل القطاعات في البورصة الفلسطينية، كيف تؤثر هذه النتائج خصوصا مع هذا الفارق الذي لاحظناه من هذه البيانات مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي؟ هناك قفزة ممكن نحكي في الأرباح التي حققتها بعض القطاعات، لماذا هذا الاختلاف الحاصل في الأداء المالي لهذه الشركات؟ بصراحة والأداء المالي لهذه الشركات واقعي جدا، يعني حققت هذه الشركات أرباحا بقيمة 201 مليون كنسبة مئوية من حجم الاستثمار، لأنه القيمة السوقية لمجموع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين اقترب من 5 مليار، يعني 4 مليار و 900 مليون كنسبة مئوية. هناك أرباح حققت خلال أول 6 شهور بنسبة 4% من حجم الاستثمار، وبالتالي هذا رقم واقعي يعكس أداء جيد للاقتصاد الفلسطيني يتفوق فيها عن بعض اقتصاديات المنطقة المتأثرة جدا بالانكماش الحاصل. يعني النتائج هي نتائج مشجعة جدا، مشجعة للاستثمار. المشجع أكثر أنه مؤشر القدس اللي هو مؤشر أسعار الأسهم في بورصة فلسطين ارتفع خلال العامين الماضيين، يعني من شهر 10/2020 عندما انخفض تحت تأثير كورونا إلى 450 نقطة تقريبا، حاليا هو عند 633 نقطة، يعني ارتفع بنسبة 40%. يعني أنه المكاسب الرأسمالية اللي حققتها هي الأسهم نتيجة ارتفاع أسعارها هي أكبر بكثير من الأرباح السنوية التي وزعت، حيث وزع 221 مليون دولار عن أرباح 2021. يعني أتمنى أن يتم توزيع نفس الرقم عن 2022. هذا يشجع المستثمرين ويطمئن المستثمرين بأن الأوضاع الاقتصادية في الشركات العاملة في فلسطين أفضل بكثير من الاستثمار بالخارج وأقل مخاطر. يعني نحن نعمل في بيئة منخفضة المخاطر في الاقتصاد الفلسطيني، يعني كون حجم الشركات التي حققت أرباح كبير مقارنة بأربع أو خمس شركات تراجعت أرباحها، تراجعت لا نقول خسرت لأنه هناك ما زال فترة للتعويض خلال النصف الآخر من العام. النتائج التي حققتها هذه الشركات مطمئنة وتشجع الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، والأرقام التي حققتها هي أرقام مشجعة جدا. طب كيف تعكس برأيك أستاذ محمد هذه النتائج لتقويم أداء ودور الشركات، وأيضا نحكي أيضا قطاع الاستثمار؟ هي الأرقام بحد ذاتها أرقام مشجعة، يعني بغض النظر عن فشل المشروع السياسي وسيطرة الاحتلال وحجب الاحتلال لكثير من المصادر عن هذه الشركات والحد أو التأثير على أدائها، ما زالت تؤدي بشكل جيد. هذا يطمئن ويشجع على أن الاستثمار في فلسطين مجديا، وأعتقد أنه أفضل بكثير من الاستثمار في أماكن أخرى بالعالم، حتى بالدول المتقدمة تحقيق نسبة 8% سنويا كعائد على الشركات بالإضافة إلى أرباح رأسمالية بلغت 40%، هذا لم يتحقق في كثير من بورصات العالم. يعني نحن نفخر بأن الاقتصاد الفلسطيني يؤدي إلى هذا المستوى. القطاع الفلسطيني القطاع الخاص الفلسطيني هو قطاع نشط يختلط في أدائه عن القطاع الحكومي طبعا، لأن القطاع الحكومي يعاني من مشاكل هيكلية، لكن القطاع الخاص الشركات فيه تؤدي بشكل جيد، وأن يكون هناك بعض التأثيرات للاحتلال على هذه الشركات، لكن بشكل عام الاستثمار مجدي وأفضل بكثير كما قلت من مواقع أخرى بالعالم، مطمئن وأداء الشركات مطمئن كذلك. طب أستاذ محمد، يعني قطاع البنوك هو أكثر القطاعات سجلت ارتفاعا في نتائجها المالية مقارنة مع القطاعات الأخرى، ولكن إذا بنلاحظ قطاع الصناعة كان من القطاعات المتراجعة ممكن نحكي، أو الأقل مش متراجعة حتى أن زادت، يعني ما هي احتمالية تعثر باقي القطاعات على حساب قطاع آخر في الاقتصاد المحلي؟ هناك أثر للبيئة الاستثمار أو للمشاكل التي حدثت في الاقتصاد العالمي علينا. مثلا لماذا قطاع الصناعة؟ قطاع الصناعة مدخلات الصناعة الفلسطينية ارتفعت تكلفتها بسبب ارتفاع سلاسل التوريد وبسبب التضخم اللي بيجتاح العالم، وبالتالي هناك ارتفاع في أسعار المواد الخام التي تم توريدها في حال
بيع عادة تصنيع أو بيع هذه المنتجات، شيء طبيعي أنه أرباح الشركات هذه تتراجع قليلا، لا يعني أنه الشركات لا تؤدي جيدا، هذا يعني أنه ما زالت تربح في بيئة صعبة، لأنه هناك ارتفاع لتكاليف المواد الخام التي تستورد هذه الصناعات. من ناحية البنوك أو النظام المالي استفاد كثيرا بسبب ارتفاع فائدة الدولار مثلا، هناك حجم ودائع كبير وائتمان كبير في القطاع المصرفي الفلسطيني، التغير اللي حصل على أسعار الفائدة في العالم بسبب التضخم أدى إلى أنه فارق الفائدة الدائنة والمدينة في البنوك يتحسن كفارق، شيء طبيعي أنه تتسارع احتسابات الفائدة المدينة أو على القروض بسرعة أكبر من رفع الفوائد على الودائع، بمعنى أنه تكلفة التمويل لا ترتفع بالسرعة التي ترتفع عليها العائد على الأصول أو العائد على الاستثمار، وبالتالي كمان المخصصات وتلاشي أثر كورونا والمخصصات الكبيرة اللي أخذتها البنوك وكمان التوسع اللي توسعته الشركات وزيادة قروض الحكومة، ويعني الحكومة اقترضت من البنوك خلال النصف الأول من العام وبالتالي زادت من ربحيتها. النظام المالي هو أصلا نظام قوي ومتماسك يحقق نتائج جيدة منذ أعوام، حتى في ظل الكورونا كان يؤدي بشكل جيد، استثمر فيه فرصة كبيرة طبعا لأنه أثبت قدرته على تحمل الصدمات وامتصاصها. أعتقد بأنه له ميزة على القطاعات الأخرى بحكم أثر الفوائد وما إلى ذلك. بناء على هذه النتائج، ما هي تنبؤاتك أستاذ محمد، ونحكي توقعاتك لأداء الشركات في النصف الأخير من هذا العام؟ أعتقد أنها بس مزيد من التحسن طبعا، لأنه حتى البيئة الاقتصادية بشكل عام بيئة تفاؤل. نعم هناك ارتفاع في تكلفة التمويل على بعض الشركات قد تؤثر على أرباحها نتيجة لارتفاع فائدة الدولار اللي هو عملة التمويل الرئيسية لبعض الشركات التي اقترضت من البنوك مثلا، يزيد بعض التكاليف عليها وقد يؤثر على ربحيتها بشكل محدود جدا، لكن الأداء التجاري بعيدا عن إدارة المال، الأعمال التجارية في فلسطين هي ناجحة ومبشرة، وهناك تفاؤل بأداء أفضل لهذه الشركات خلال النصف الآخر من العام، نتفائل بأنه ستأتي بنفس النتائج إن لم يكن أفضل بكثير. الاتجاه العام للأداء الاقتصادي الفلسطيني إيجابي، نتمنى أن يكون هناك مساهمة في رفع الإنتاجية بشكل عام بحيث تؤثر على مخرجات هذا الاقتصاد ككل ليس القطاع الخاص تحديدا. توجه في استخدام أستاذ محمد تعزيز واستخدام التكنولوجيا المالية، نحكي في القطاع طبعا توجه الحكومي وأيضا توجه القطاع الخاص في القطاع المالي الغير المصرفي، دوره في تحفيز عجلة وتنمية الاقتصاد الوطني. شو الاقتصاد الافتراضي بشكل عام أو الاقتصاد التكنولوجيا الاعتماد على التكنولوجيا بشكل عام بدأ يزدهر في العالم وتوسع خلال فترة كورونا طبعا، ظهر هناك اقتصاد افتراضي قائم على تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعلومات وتسويق عبر الانترنت، تسوق عبر الانترنت وبعض الأعمال الاقتصاد أو النشاط الاقتصادي مثل الترويج والإعلان وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيره، أعمال جديدة أو نشاط جديد ظهر يساعد بشكل أو بآخر في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني تحديدا، لأنه اقتصاد محاصر بالنهاية يستفيد من استخدام التكنولوجيا. توفر التكنولوجيا مثل منصات تداول الأسهم مثلا لدى شركات الوساطة أو حتى وصولها إلى المستثمرين قد يساعد في تنشيط البورصة وأعمال البورصة، ونحن نركز على أنه ما زال سوق الاستثمار في فلسطين مثل هذه الشركات المسجلة في مؤشر القدس هو استثمار مربح جدا، ونؤيد شيء طبيعي ونشجع المستثمرين بأن يعيدوا النظر بالذات المستثمرين في الخارج في بعض الشركات التي تعمل في القطاع الفلسطيني لأنها تستحق أن يتم الاستثمار فيها والتوسع في أعمالها وتعزيز مكانتها الفلسطيني. أيضا دورها أستاذ محمد دور الإفصاح عن هذه النتائج وهذه المعلومات المرتبطة بالسوق المالي المحلي في أيضا تشجيع الاستثمار، دورها بأنها بيانات تعكس حقيقة أداء هذا الاقتصاد أو هذه الشركات في قطاع في القطاعات المختلفة. شيء طبيعي أنه مثل هذه البيانات مشجعة للمستثمرين بالخارج، خاصة أنه إذا ما اقترنت بحجم الارتفاع في المكاسب الرأسمالية التي حققت هذه الاستثمارات. أنا قلت لك في بداية الحديث بأنه ارتفع مؤشر القدس بنسبة 40% خلال عامين، هذا يعني من استثمر في بورصة فلسطين في الربع الأخير من عام 2020
حقق أرباح رأس مالية ارتفاع بسعر السهم كمؤشر نتكلم عن معدل اللي هو سعر المؤشر ارتفع بنسبة 40%. هذا عدد الأرباح التي وزعت واللي بلغت 8% العام الماضي من حجم محفظة الاستثمار. هذه الأرقام سواء كانت كأرباح موزعة أو ارتفاعات رأس مالية في قيمة الأسهم لم تتحقق في بورصات أخرى حولنا في المنطقة، حتى في دول الخليج مع ارتفاع أسعار النفط لم تحقق مثل هذه المكاسب. معنى أن الاستثمار مغري جدا في الأراضي الفلسطينية وناجح جدا، وإدارة هذا الاستثمار يعني إدارة الشركات سواء كانت بنوك أو شركات في القطاع الخاص الفلسطيني هي إدارات ناجحة، استطاعت أن تحقق هذه النتائج تحت ضغوط الاحتلال وفي ظل ظروف حكومية صعبة، خاصة أن القطاع العام أو القطاع الحكومي يعاني بعض المشاكل المالية من العجز الميزانية وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع تساعد هذا الاقتصاد في التحرك إلى الأمام بشكل أفضل. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير المالي والاقتصادي محمد سلامة، كنت معنا عبر الهاتف.